السلام عليكم ورحمة الله. الفيديو اليوم هو على تنظيف عميق المطبخ بطرق وحية سهلة اللي غتسهل عنا أننا ننظفو المطبخ ديالنا. نتمنى هذا الفيديو يكون تحفيزي لكم حتى نتوما. أنا خديت هنا هاد الطاسة، غادي ندير فيها الماء غالي كما كتشوفوا راه طايب. غادي نزيد فيها السائل ديال غسل الأواني، وغادي نزيد البيكربونات الصودا والخل الابيض، والكميه ديال هاد المواد بثلاثه على حسابيه الوسخ ديال المطبخ. الا كان توسخ بزاف كنكثروا، الا كان غير شويه ما كنكثروش بزاف هاد المواد. انا هنا غناخذ هاد الجيكس، عندي هاد الجيكس ديال لينوكس الغليظ، وغادي نستعمله في الجفافه. هذا راه فايت انا استعملته، فسليت منه غسلته حطيته حتى نشف، عقب ترجعته راه كيبقى ما كيصدي ما والو. حاولي باش تشري ديك الماركه اللي كتكون غاليه شويه ما كتصديش. كنركبو هكذا الجفافه، راه كيركب بسرعه وما كيتملص ما والو، كيبقى شاد ما كنضطرش باش ندير له شي حاجه باش نقبطو مع الجفافه. هكذا غنبقى نغطس في الطاسه ونحك به. انا غنبدا بالحيط هو الاول، عندي ماشي سيراميك كاملو ولكن الصباغه الفوقانيه راه صباغه ديال الزيت. اذا حتى هي هذه هي الطريقه باش كنحكها دائما. كنبقى نغطس هكذا، وغادي نبدا من الفوق، نبدا من الحيط. هاد الطريقه راه 3 سنين هادي شاف لي سبق لي شفتها في واحد الفيديو ديال قناه مصريه. ديك الساعه انا باقا كاع ما عندي القناه، ومن داك الوقت وانا كنستعملها، وراها زوينه وناجحه ما كتعذب ما والو، وفي نفس الوقت كيكون التنظيف تيكون مزيان، كتحيد جميع الدهون اللي كيكون عندنا في الحيط، خصوصا لما كانش عندنا لاهوت بحال المطبخ ديالي انا ما فيهش لاهوت. اذا كتبقى ديك الدهون ديال الطبخ دائما كتلصق في الحيط. انا هاد الطريقه كنديرها كل شهرين 3 شهور، لذا كتشوفوا راه المطبخ ديالي ما متوسخش بزاف. فاش حكيتو هكذا الماء باش كنغسل دابا انا الحيط راه طايب، كنغسل انا بالماء ماشي سخون وانما غالي بزاف. هكذا وغندير هاد الفوطه، درتها في الشطابه ومسحت بها الحيط. من بعد رجعت الثلاجه، انا غدا ندور، بديت من جهه الثلاجه غندور بالكوزينه هكذا، باش في حاله ما الى عييت وما ساليتهاش غادي يبقى نبقى عارفه البلاصه اللي ما نظفتش. من بعد ما حيدت هاد القراعي ديال التوابل، انا غنغسل هاد البلاصه هي الاولى، وكما كتشوفوا الكوزينه عندي صغيره، اذا ما غاديش نبدا كل شيء في خطره، كنغسل بلاصه ببلاصه وكنرجع ليها هذاك الشيء الماء اللي فيها. غسلتها وشللتها بطرشونه اخرى فازقه، ودابا كنشفها بطرشونه ناشفه. من بعد غندوز عند هاد القراعي اللي حطيت، غندوز عليهم هكذا ما مسخينش بزاف، غندوز عليهم غير طرشونه فازقه ونعقب نمسحهم. هكذا ونرجع القراعي كاملين. من بعد ما رجعت القراعي دزت لهاد المسيطره اخرى، حتى هي مسحت لها قراعي ديالها ومسحت البلاصه، وغدا نبدا من هذا الحيط.
بنفس الطريقة كنغطس هاد الكراطة أو الجفافة اللي فيها الجيكس، كنغطسها في ديك الطاسة اللي فيها مواد تنظيف، وكنحك هكذا البلاصة اللي لقيتها مسخة كنحاول باش نحكها أكثر. أنا غندير ديك الحكاكة باش كنغسلو الماعن، غادا نغسل بيها هاد البلاصة اللي قريبة للعود وقريبة للضو باش ما نقيسهاش بالماء. صافي غادا نشللها حتى الأرض، البلاصة اللي حكيت، أي بلاصة حكيت أي حيط، ديك الأرض اللي تحتو كنحاول باش نحكها مزيان. من بعد غادي نشلل، وكيف ما قلت لكم راه الماء طايب يعني ما كنقدش ندير فيه يدي. هاد الماء طايب راه كيساعدنا باش نحيدو دوك الدهون، وحتى الفايونس ولا حتى الحيط اللي غير مصبغ بالصباغه ديال الزيت كيبقى تيبري. من بعد غادي ندوز عند الماكينة الصابون، هاد البلاصة اللي فيها الماكينة الصابون، نحيد هكذا الخيوط ديال الضو البريزات، غادي نحيد الميكرووند من فوق الماكينة الصابون بنفس الطريقة. هاد البلاصة الأشياء اللي كتكون دائما يدك فيها راه ديما كتكون نقية. ماكينة الصابون ضروري باش الواحد يصبن من الأسبوع لأسبوع، بالنسبة لي أنا كنصبن من الأسبوع لأسبوع، إذا راه دائما أنا غاسلها محكوكة ونقية. وإلا بغيتو ندير لكم شي فيديو على الطريقة باش كننظفها من البرة ومن حتى الداخل ديالها والفلتر ديالها اللي كيفلتري لنا الماء، نديرو لكم على على الماكينة الصابون. انا هكذا غير دوزت عليها طرشونه فاسقه ومسحتها بطرشونه اخرى ناشفه، كيف ما كتشوفوا راه نقيه، ومسحت داك الحيط اللي حداها. الميكرون حتى هو راه نقي. انا دائما الاشياء اللي كنستعملها ما كنحتاجش انني نبقى ننظف فيها، لانني ما كنوسخهاش، ان فوا كنستعملها كننظف هذيك الساعه، اذا ما كتبقاش تسناني انني ننظفها وقت اخر. فوقتاش ما توسخت لي شي حاجه كننظفها سير بلاس، اذا تيبقى لي كلشي نقي. والاستعمال ديال الماء اللي تيكون سخون بزاف راه كينفع مزيان في النظافه، كما كنعرفوا كيقتل الميكروبات والجراثيم اللي كاينين، وفي نفس الوقت كيحيد الدهون. المشكل ديال المطبخ دائما هو الدهون والدسم. صافي بنفس الطريقه هكذا كنغسل هاد الاماكن، كما عرفتوا كنخدموا فيهم اذا راه دائما كيتغسلوا. دوزت عليها مواد تنظيف وهاديك الحكاكة د الماعن، كندوز هاد الطرشونة فاسقة ونعقب نشفها. بطرشونة أخرى ناشفة حاول ما نقربش الماء البلاصة ديال الضو. هاد الطرشونات راه كيعجبوني انا بزاف، في الاول شريتهم باش نمسحو بهم يدينا عند الطبلة. طرشونات ديال كل واحد يشد طرشونة فوق ركابيه ولا يمسح يديه بيهم، ولكن لقيتهم زوينين بزاف للمطبخ. صافي وانا نرجعهم للمطبخ. دابا غادي نسالي بيهم نغسلهم، وهما تقريبا كاينين ربعة
ربعة الكينين، يتباع ربعة مجموعين. إن فوا غنغسلهم غنشفهم وغنخليهم هكذا صافي. انا جريت الفران، الفران ما غاديش ننظفو دابا، غادي نخليه، غادي نحاول باش نكمل غير الحيط ديال المطبخ كاملو. وصلت لهاد البلاصه، غادي نحيد هاد الشبكه نغسلها، وغادي نغسل هاد الكونت كيف ما كتشوفوا، راه حتى هو نقي. هاد البلاصه كانت تتوسخ ليا بزاف فاش كنت دايره فيها البوطه، اما دابا فاش حيدت من البوطه حكيتها مزيان. واحد المره حكيتها مزيان بالجيكس نيت وبالماء سخون، صافي ما بقات فيها حتى شي حاجه. انا دائما تنظف خصوصا المطبخ، نقدر ما ننظفش بيت صالون ولا البيوت، وكنبدا بالمطبخ هو الاول، لان الا ما كانش نقي ما كنرتاحش باش نكون طيب فيه. اغلبيه الوقت المراه كدوزو غير في المطبخ. اذا دائما في الشغال ديالي كنسبق المطبخ هو الاول، هي اللي الا بقيت قاده كندوز للبيوت، الا ما قديتش كان حتى نستراح على خاطر وندوز البيت ببيت. المهم ليسونسيل هو انه المطبخ يكون نقي. راه فاش كنحافظوا على النظافه ديال المطبخ ما كيعيناش، ما عمرك ما كتحتاجي باش ديري لو غون ميناج. دابا انا هاد الدوره درتها هكذا وحاولت باش نغسلو كاملو، غير استعدادا لرمضان لحقاش بقات فينا هاد القاعده ديال انك الا كانوا العواشر خاصك تخملي كل شيء وتصبني وتحكي الحيوط صافي. ساليت مع هذيك البلاصه اللي عند لافابو عند الشبكه ديال الماعن، ندوز دابا لهاد البلاصه. انا البوطه درتها هنايا، القرعه راه دايره في بلاكار لتحت، ودرت ليها هاد التيو طويل بزاف باش يبقى يجيني ساهل. في هي اصلا ثقيله ما نقدرش نهزها، كيجيني ساهل انني ندفعها. دوك الرويضات عندها واحد الرويضات صغار لتحت، انفو دفعيها مع الجليج ديال البوطاجي كتزلق كتمشي بسرعه. من بعد هاد البلاصه غادا نغسلها مزيان. هاد البلاصه راه معاك كتوسخ دائما كنغسلها، ولكن رغم ذلك شوفوا تحت البوطه كيفاش موسخ بزاف. صافي حكيت على هاد البلاصه اللي وصلت، هاد البلاصه اللي ما وصلتش ليها غندير ليها نفس الشيء، غادي نحكها بهذيك الجفافه. غير ديروا هذه ديال الجفافه راه ما كتضيعوا حتى في حاجه. هاد الجيكس راه بحال هكذا كيبقى، كيدي مده طويله. غير نصيحة اللي نقول لكم هي انكم تشريو داك اللي ما كيصديش. من بعد ما مسحت هذيك البلاصه رجعت البوطه، البوطه ما غسلتهاش، غنخليها المره ثانيه. نقدر البوطه والفران والثلاجه ندير لهم روتين اخر او فيديو اخر باش ما نطولش في هذا الفيديو. انا دزت عند البلاكارات، ما تعجبوش انني كنغسل البلاكارات بالجيكس، بنفس الجيكس بحال هذاك الجيكس اللي دايره في الجفافه غسلت بها الحيط. هو باش كنغسل كنغطسو في هذاك الليكيد اللي درت كما كتشوفوا الطاسه حدايا، الماء اللي فيها راه ماشي موسخ، وانما مع الليكيد باش كان سائل باش كنغسل انا الماعن، اللون ديالو اصفر. اذا راه بسرعه كيولي غامق شي شويه بحال متوسخ، ولكن راه ما موسخش لانني ما كنعصر فيه ما والو، كنغطس فيه غير الجفافه بالجيكس. اذا هو باش غادي نحك البلاكار كاملو. الطريقه باش كنحكو راه هاد البلاكارات دابا راه عندي شي 11 عام، وهما نفس الطريقه باش كنغسل دائما باش كنغسلهم. ورغم ذلك راه ما كيتخدشو ما والو بهاد الجيكس، ما كيتشرطو ما والو. وهكذا راه كنخوي دابا الماء طايب باش يحيد الدهون، وغادي تشوفوهم في الاخر كيفاش غيرجعوا، كيرجعوا بحال جداد. ما تقوليش هادو راه عندهم تقريبا 11 عام.
كيف ما قلت لكم هاد الطرشونات الا لقيتوهم غير شريهم، راه ماشي طرشونات، راهم هما فوطات ديال اليدين، انا استعملتهم طرشونات، راهم رائعين بمعنى الكلمة، كيسهلوا انك تمسحي بهم. والمرأة دائما تحاول باش دير شي حوايج كيسهلوا لها العمل خصوصا في المطبخ. شوفوا الفرق ما بين هاد البلاكار والبلاكار الاخر اللي مسخ بقى ما غسلتش. انا غادي نكمل هاد البلاكارات كاملين البيبان ديالهم من بعد ما كملتهم. شوف كيفاش كيبانوا كانهم جداد، راه ما درت لهم لا سائل ديال الخشب لا والو، راه غسلتهم. عندي هادو هادي بدلتها راه كتبان نقيه، دوك الاخرين مسخين حتى هما غادي نبدلهم. هادوك بوحديتهم اللي ما كيبغيوش يتنظفوا مزيان. من بعد خويت داكشي اللي بقى لي ديال سميتو وغسلت المطبخ ديال الماء اللي حكيت به وغسلت المطبخ، وهداك الجيكس غادا نغسلو وغادا نخليه غادي ينشف ونستعملو مره اخرى. وها هو المطبخ ديالي، بقى لي الفران كيف ما قلت لكم ما يمكنش ندير فيديو كبير بزاف، وانا اصلا عييت وبقات لي البوطه والثلاجه. غادي ندير لهم فيديو اخر الا بغيتو كيفاش كننظفهم وكيفاش كنرتبهم. اتمنى ان هذا الفيديو يعجبكم ويكون تحفيزي لكم، واللي بقات معطله بحالي حتى لدابا وناضت هي اللي بدات كتحك. نتمنى ان هذه الطريقه اللي درت ديرها وغادي تسهل عليها الاشغال، وفي الاخير فاش غتسالي ما غتحسش براسها عيانه، لان الطريقه سهله كديري في واحد الوقت وجيز. غير استعملي هاد لا ميثود ديال الجيكس، واستعملي ديال انك ديري بعض الاشياء بحال دابا انا خليت البوطو والفران والثلاجه والبلاكارات وتغسلي بالماء طايب. اتمنى ان هذا الفيديو يعجبكم وتشاركوا في قناتي وديروا له جيم، والسلام عليكم ورحمه الله.